السلام عليكم. اليوم لنا عودة إلى ملعب عنابة لمعرفة يعني وضعية نتاع وضع الكراسي، تاع عملية وضع الكراسي أين وصلت، وهنا نشوف يعني التصميم العام تاع الوضع نتاع الكراسي، ولا يعني لا ريبارتيسيون تاع الألوان حسب المواقع نتاع الملعب. وكذلك سمعنا باللي كان فيه مزمع باش يوضعوا تسمية 19 ماي 1956 يكتبوها في المدرجات باللون أخضر، وكان فيه يعني مرافعات لتغيير هذا يعني الكتابة هذه أو حذف فيها. فبداوا يكتبوا بالأخضر، ثم نحاول الكراسة الخضراء ويعني ونحاول الفكرة هذه تاع وضع التاريخ هذا اللي هو تاريخ مجيد على كل حال، وضعه في المدرجات. إذن هذه هي الوضعية تاع الكراسي في نهاية الأسبوع هذا، والسلام عليكم.